فاس بطبيعة الحال كمدينة إمبراطورية لابد أن تكون محط أنظار ديال الأبناء ديال الملوك، الأبناء الأمراء، الحكام إلى غير ذلك. فاس تعرضت لحصارات كثيرة، فاس لا تملك المصادر ديال المياه، المياه ديال فاس من منابعها إلى مصبها ديال فاس، ولكن ليست هناك وسيلة للتحكم في هذه المياه. هذه النعورة اللي في جناز السبيل كانت كتهز الماء وكتعطي للجامع وكتعطي للسكان ديال البطاطا. فاس بطبيعة الحال كعاصمة كمدينة إمبراطورية لابد أن تكون محط أنظار ديال الأبناء ديال الملوك، الأبناء الأمراء، الحكام إلى غير ذلك. فاس تعرضت لحصارات كثيرة ما بين المولى إدريس الثاني، ما بين ولده محمد الحفيد يحيى. المهم بعد انهيار الدولة الإدريسية، وقع واحد الصراع كبير ما بين العبيديين ما بين الامويين ديال الاندلس، وتعرضت فاس لمحن كثيره ولحصارات متعدده. هذه الحصارات كما قلنا كان سكان فاس يحققون اكتفاءهم الذاتي، لا من ناحيه ديال الماكل ولا من ناحيه ديال الماء الصالح للشرب او الماء العذب. لعل أشهر الصراعات والحروب اللي عرفتها مدينة فاس هي اللي تجرت بين الأخوين عجيسة وفتوح، واللي خلت واحد الآثار على المستوى الطوبونيمي وعلى المستوى العمراني. عندنا باب فتوح مشهورة وباب عجيسة مشهورة، هادو وصل بهم الصراع لدرجة أن المدينتين، لأن كان دائما كيتسموا المدينتين مدينة الأندلس ومدينة القرويين، كان الوادي يفصلهما. بين الأخوين بنوا أسوار تفصل بين العدوتين أو بين المدينتين، وبقي الصراع بينهم مدة طويلة، وعانوا فيها سكان فاس سكان العدوتين معا، عانوا شيء الكثير، إلى أن انتصر الفتوح على أخيه عجيسة وأمر بقطع ذاك العين وخلى غير قيسة باش تشويها اللي اسميه. لكن مع المرابطين، اللي غادي يدخلوا لمدينه فاس غادي يغيبوا داك الاسوار اللي كانت كتفصل المدينه، وغادي يبنيوا قناطر، مجموعه من القناطر التي ستربط بين العدوتين. وعلى حسب السي عبد القادر زمامه رحمه الله كيقول بان هذا الدولاب المائي اكتمل مع المرابطين، بمعنى انهما اللي بناوا هاد الاوديه والمجاري الخريطه المائيه اللي بغينا نقولوا ديال مدينه فاس. نزلت سيدي عبد القادر الفاسي المشهوره ب مقدمات النتائج المحمودة في الرد على زاعمي ملكية واد مسموضة، كيقول بأن السد وبأن هذه التقسيمات الكبرى ديال الماء تعود إلى مؤسسي المدينة، بمعنى بالنسبة له تعود إلى عصر الأدارسة، ولكن ليس لدينا
ما يؤكد هذه المسألة، بمعنى مازال غادي تجرى واحد مجموعة ديال الدراسات أركيولوجية حضارية باش تبين لنا فعلا ربما توضح لنا هاد كل حاجة فوقاش تصوبات أو في عهد من تصوبات إلى غير ذلك. إذن هاد الصراعات وهاد الحروب غادي تؤدي لنا لواحد المسألة واحدة أخرى، وهو أن هاد الماء ديال فاس اللي هو نعمة بالنسبة للحروب سيتحول إلى نقمة. فاس لا تملك المصادر ديال المياه، هو جرى العرف وجارت العادة أن المياه ديال فاس منذ من منابعها إلى مصبها ديال فاس، ولكن ليست هناك وسيلة للتحكم في هذه المياه، ولذلك وقعت صراعات ونزاعات حول هذه المياه قبل أن تدخل إلى مدينة فاس. فهاد الموحدين حاصروا مدينة فاس، وأبت مدينة فاس الجامحة أبت أن تفتح أبوابها، فقاموا بقطع الماء، واحد مجموعة ديال المدريات ديال الخشب، قطعوا الماء حتى تبقى الماء يجمع وجبدوا داك المدريات، وهبط الماء بواحد القوة كبيرة، قاموا بتحطيم أسوار المدينة، وقالوا واحد القولة ديالهم المشهورة: سيوفنا وعدلنا أسوارنا، نحن لا نحتاج إلى أسوار، وإن كان أن الحفيد الناصر سيعيد بناء الأسوار، ولكن السؤال المطروح: هل أعاد بناء الأسوار في المكان اللي كانوا فيها أو زاد وسع أو زاد ضيق؟ لأن المدينة اللي بنى مولاي إدريس راه الحدود ديالها بعيدة على هاد البلاصة فين واصلين، كيقولوا أن باب إفريقيا مثلا كانت في راس التيالين، بمعنى واحد كيلومترات باش عاد نوصلوا لهذاك راس التيالين. علاش؟ لأن التصور اللي كان في الأول ديال بناء المدينة واحد العدد ديال البناءات حول الواد، لأن الواد هو اللي كيقسم العدواتين، وغادي نخليو واحد المتسع ياك للاحتياطات الزراعية للبقر وكذا، لأن الأبقار والأغنام تخرج صباحا خارج الأسوار وتعود في المساء في قلب المدينة. إذن هنا كانت واحد الاحتياطات هي للزراعة، هي للخضر، وفي نفس الوقت احتياطات للتوسع العمراني، بمعنى كل ما توسع العمران كنزيدوا نوسعوا في المدينة، بمعنى هذه الأسوار اللي أعاد الموحدون بناءها واش هي الأسوار اللي كانت ولا زادوا وسعوا المدينة، غير اللي هو مؤكد أن هذه الأسوار هي أسوار الموحدين. علاش؟ لأن الموحدين هما اللي بنوا باب الشارعة اللي هي باب المحروق دابا عندنا معروفة، وباب المحروق ما زالت إلى الآن، كان أول نهار فاش تحلت عدموا فيها واحد السيد واحد التائر العبيدي وتم إحراقه بها، فسميت بباب المحروق، أما هي باب الشريعة التي تطبق فيها الأحكام إلى غير ذلك. إذن هذه مسألة، هو الماء اللي هو نعمة أصبح نقمة بسبب عدم التحكم. كذلك في عهد المولى إسماعيل غيوقع واحد الكارثة كبيرة، وهو أن بسبب ذاك الفوضى السياسية اللي كانت من قبل في انقسام ديال الدولة السعدية وغير ذلك، جاء أحد القوات العسكريين تفاهم مع اليهود، ما كيسميو أهل الدمة، تفاهم معهم بالفلوس و فجر مجرى من المدخل ديال الواد إلى الملاح مباشرة. العرف الذي تعارف عليه الفاسيون والعادة التي جرت هو أنه الماء قبل أن يدخل إلى داخل الأسوار لا يؤخذ إلا بدلو أو نعورة،
وهذا علاش كاينين نوعر هنا. هاد النوعر اللي هنا كلهم كيعطيو الماء خارج الاسوار، لان ما عندهمش الحق في المياه. الماء تفاس من السور لداخل، من السور على برا ما عندهمش الحق. اذا هاد السيد هذا اللي عطى الماء لهذاك الملاح، شنو وقع؟ ان المدينه ولا الماء كيدخل لها قليل، وخاصه في فصل الصيف، حتى اصبح الماء، وكيقول حتى اصبح الماء هو ولا شيء سيان، بمعنى ان الماء ما بقاش. حنا كنهضروا على الناوره، كنذكر واحد المقوله كانت زودتني بها الدكتوره آسيا بوعياد، الشاعره والسجاله ديالنا، كتقول: كنت شجره ونفوح ونرد في العاشقين الروح، سخط عليا سيدي وردني لوح، نهز الماء في جفاني ونبكي على طول زماني. وهاد القضيه ديال نهز الماء في جفاني، فعلا ان الناوره فيها واحد المجموعه ديال، الا بغينا نقولوا، ديال الغراريف، كتسمى بالغراريف لان كتغرف الماء. ولكن لماذا الناوره؟ الناوره كتقوم لنا بجوج ديال الادوار. الدور الاول هو ان بالنسبه للمناطق المرتفعه كتهز لنا الماء لهاد الجهه. مثلا شفنا الواد ديال المصموده اللي هو هذا هنا، كيتسمى واد البطاطحه، ملي كيوصل، ملي كيدوز في وسط المصموده، كاين جهه على اليمين عاليه والجهه على الشمال هابطه. اذا من الجهه الهبوط ما كاين مشكل، نجبروا المعادي والماء كيهبط وبزاف ديال المجاري، ولكن على اليمين ما كاينش. اذا شنو خصنا؟ خصنا الناعوره. هذا على جهه نجبروا على اليمين، غير الناس اللي لاباس عليهم نجبروا رياضات، ونجبروا دايرين الناعوره باش كيطلعوا الماء باش كيسقيو هذوك الرياضات. هذا الدور الاول. الدور الثاني وهو ان المياه ديال فاس، سبق لنا شرنا لها ان المياه ديال فاس لسكان مدينه فاس داخل الاسوار، خارج الاسوار لا حق لهم في المياه، ولكن كرام والجود ديال سكان مدينه فاس اقترحوا واحد الحل اللي اصبح عرفا، وهو ان الذين يسكنون خارج الاسوار يمكنهم ان ياخذوا الماء اما بالدلو واما بالناعوره. وهذا هو الحال مثلا ديال حي البطاطحه، هاد الناعوره اللي في جناز السبيل كتهز الماء وكتعطيه، كانت كتهز الماء وكتعطي للجامع وكتعطي السكان ديال البطاطحه، بحيث كنجبروا في هذاك الماء اللي كينزل، كينزل في واحد البلاصه اللي كتسمى الجفنه، وهذيك الجفنه فيها واحد الثقب كيعطينا الماء المعادي اللي عاد كيوزع الماء على الديور. وعندنا خارج الاسوار في مولاي عبد الله، حيث مولاي عبد الله هو خارج الاسوار المارينيه، هذوك كاين عندنا جوج ديال النواعر، وحده متوسطه وحده صغيره، كل وحده كتزود منطقه من المناطق ديال مولاي عبد الله، وبالتالي المياه ديال مولاي عبد الله كلها كانت كتجيها عبر الناعوره. اسماعيل كانوا مشات عنده واحد مجموعه ديال الفقهاء ومجموعه ديال الطلبه ومجموعه كيرغبوا في مكناس، اييه، فاصدر امره المطاع لواحد السيد اللي هو ما عندناش عليه شي معلومات كبيره، كان امام في خطيب في الجامع الاندلس اللي سميتو محمد بن العربي بن ابراهيم. كلفوا هو واحد اللجنه، واحد مجموعه ديال الخبراء، باش يديروا لنا جرد المجاري ديال المياه من الدخول ديالها حتى النهايه ديالها، ولكن غير بالنسبه لعدوات القرويين، لان عدوات الاندلس محسومه، عندها وادي واحد ديالها، ما عندها لا فين يمشي لا هكا ولا هكا.
والي حسن الحظ، والي حسن الحظ، اقول واكرر هذه القضيه، ان هذا التقرير ديال بن ابراهيم، هذا الموجب ديال بن ابراهيم وصل لنا، اما ما كناش غنعرفوا كاع هذه المجاري ديال المياه لان كيعطيها لنا بالتقاصيم ديالها، وان كان فيها بعض الثغرات يمكن لها تملا وماشي كبيره بزاف. شنو هو التقسيم اللي عطانا؟ جوج الاقواس قلنا كيمشيو للاندلس، هذوك اللي هضر عليهم، اذا بقاو لنا جوج الاقواس ديال الاندلس، عفوا جوج الاقواس ديال القرويين، هاد جوج الاقواس كيتقسموا، هاد جوج اقواس كيتقسموا على 12 على 12، 6 على 6 كديها للمطيين، و6 على 6 كديها جهه الاندلس من عدواتي القرويين، واللي كتسمى في الكتابات بالاندلس، بمعنى دابا ملي نبدا نقول الاندلس ماشي هي العدوى، هي الجهه اليمنى من يكونوا هابطين، هي الجهه اليمنى ديال منطقه القرويين، والجهه اليسرى اللي من لهيه هي الطالعه اللمطيه، عندنا الطالعه الكبيره هي الطالعه اللمطيه، والطالعه الصغيره هي الطالعه الاندلسيه لانها جاءت من جهه الاندلس، وبالنسبه للعدوى الاندلس غنبقاو نسميوها العدوى مجرده. اذا هادو سته وهادو سته، اذا هذا تقسيم عادل، ولكن الجهه ديال المطيين غتعطينا واحد الجزء من داك السته، واللي غيمشي لنا المولي ادريس مباشره لضريح مولي ادريس والقرويين، اذا غيوليو عندنا سته في خمسه في واحد، هذاك الواحد غيديروا واحد السد للاسف ما بقاش سميتو سد سبعه اقدام، في واحد الطاق سميتها طاق مولي ادريس، وغادي يبقى الماء هابط 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 حتى لواحد المنطقه اللي عندنا سميتها شين ومليح. شين تعني قبيح، ومليح تعني جيد مزيان. دابا هاد الواد اللي مورانا اللي كتشوف هاد الواد هذا الحصه ديال القرويين، ياك ستة ديال عدوة القرويين، ستة على 12، ياك قلنا خمسة هما يتقسموا، واحد غيمشي ديريكت مباشرة لضريح مولاي ادريس والقرويين، نفعنا الله ببركاته. هاد الخمسة غيتقسموا الى مجاري، خمسه د الويدان الكبار، كل واد غيتقسم وعاوتاني يتقسم حتى كنوصلوا كما قلنا للمرحاض اي موت الماء. ولكن هذاك ديال مولاي ادريس ما غيتقسم ما والو، غيتم هابط في قادوس ديالو حتى مولاي ادريس. هذا الماء دابا اللي هابط هو هابط، هو كيولي جزء منه شين، كيولي ماء مضاف. مثلا ملي غيوصل لهذا المدرسه البعنانيه، مدرسة البعنانية فيها الطلبة كيقراو وفيها مرحاض، إذا جزء من الماء غيولي مضاف، يلاه بدينا ولا طريف د الماء أو جزء الماء مضاف، هو ماشي والمضاف كيتزاد له، هو ماشي والمضاف كيتزاد له، حتى كيولي عندنا واد ديال المضاف سينتهي في واد الزحون. جميع القسمات ديال هاد الواد ديال المطين، قسمة ديال المطين كلها غادي تمشي لواد الزحون، والقسمة ديال جهة الأندلس من عدوة القرويين غتسالف بوخرارب، إذا تا التقسيم شي غادي يمشي لواد بوخرارب، شي غادي يمشي لواد الزحون، واخا هذاك ملي غادي نوصلوا للمنطقة ديال هاد الدرب اللي سميتو شينو مليح، غنكون وصلنا للواد ديال بوخرارب، قربنا للواد، بمعنى قربنا أنه ولا الواد كله شين. ولكن شين عندنا الطرف اللي خصو يبقى مليح اللي غيمشي لمولاي ادريس، اذا في هذا الدرب كاين جوج المجاري، واحد حدا واحد، واحد شين غيمشي لبخرى غيمشي لواد الزحون، وواحد مليح غادي يكمل الطريق ديالو مزيان لضريح مولاي ادريس. اذا جميع المياه اللي هابطه من هنا عندما غتوصل الدرب شين غتولي شينا قبيحه، غتمشي لواد الزحون، والشي الاخر غادي يمشي لنا لمولاي ادريس.